السلام عليكم اعزائي الدراجة، وشباركم ان شاء الله بخير. تراكم اليوم وفيديو جديد. مثل ما شفتم عنوان الفيديو، اشترينا سيارة. اوكي، فاليوم راح نطلع بالسيارة، راح نسولف شوية بالسيارة، اكو شغلة نروح عليها نكملها ونرجع نكمل وياكم السوالف. ما راح اشوفكم السيارة هسه، راح نشوفها باخر الفيديو. ف ما حطيكم، هي لونها احمر، هي لونها احمر سيارة. انتم افتهموا بعض البعض من ناحية الداخل ان شاء الله، بعدين حشوفكم اياها بنهاية الفيديو. راح نشوف هسه، راح اوريكم الطريق. الطريق حلو يعني الصراحة، نروح له وراح نسولف بداخل الطريق، يعني شوي نسولف بمسافة القناة. تابعوا الفيديو ويانا ويلا ننطلق. اوكي شباب، اذا خلينا نسولف اليوم بما ان احنا ماشيين بالطريق وبسيارته الجديدة اللي طبعا اشتريناها بفلوس اليوتيوب. اكيد المهم، بعدين راح اشوف طبعا السياره. ما شوفتكم السياره، راح نشوف السياره ان شاء الله بنهايه الفيديو، اصوركم اياها، اصوركم دواخلها وشغلاتها. راح اسولف شغلات على القناه على الشيء على السريع على السريع. يعني بالفتره الاخيره طبعا ما اعرف شنو اكو فد شيء توقف بالقناه، يعني القناه ما قاعد تصعد الا 4000 مشترك، قاعد تنزل يعني تنزل وتصعد تنزل وتصعد، يعني صار 4395 4000 3995 رقم اقصى حد توصل للقناة، تصعد وتنزل تصعد وتنزل. اوكي، بالبداية كنت اقول يمكن الفيديوهات اللي انشرها بعض المشتركين ما يحبوها، فبالبداية جربت ماينكرافت قلت ايه يمكن هي هاي السبب، بعدين جربت بالعاب ثانية، بعدين شفت انه يحتاجون يمكن اكو قسم قالوا نريد تحشيشات وشغلات، بعدين اكتشفت انه هذا مو صحيح. ماينكرافت بعد اكو نسبة من المشتركين يحبوها ويحبون يتابعوها، لذلك رجعت لماينكرافت ونزلت فيديو كان قبل يومين، لان اكو ناس تتابعها، اكو ناس تحب تحشيشات، اكو ناس تحب شغلات تقنية وشغلات شلون تطور حاسبتك، شلون تعرف مواصفات حاسبك، يعني امور فنية وبرامج وشلون تنصب برنامج معين وتحل لك مشاكل مثلا بالحاسبة او بالهاردوير. اوكي، فشفت انه اكو مشتركين، يعني كل واحد له فد شيء جاي بيشوفه، جاي يشوفه بالقناة ويتابعه بالقناة. يمكن اني بالفترة الاخيرة لاحظت، طبعا بالفترة الاخيرة لاحظت انه مشاهدات الفيديوهات الاخيرة كلش قليلة، يعني نسبتها نسبة مو معقولة. يعني 4000 مشترك يعني بالقليل، لما ننزل فيديو اقل شيء فد 400-500 مشترك او 500 مشاهدة على الاقل خلال اليومين او ثلاثة الاولى. ماكو هيك شيء، المشاهدات 20-30 يمكن توصل 50 ثاني يوم او 60. فصراحة ما اعرف شنو المشكلة، مشكلة باليوتيوب، نفس المشكلة اللي حجوها دائما ودائما يحجوها اليوتيوبر. اصحاب القنوات الكبيره واللي عندهم هواي مشتركين هم واجهوا نفس هذه المشكله وقالوا اشعارات اليوتيوب ما يدز اشعارات. زين اوكي، انا بالنسبه لي دادز اقسم الفيديوهات الى قوائم، يعني ماينكرافت واحد، الفيديوهات ما تحشيش واحد، الشغلات التقنيه وشغلات الفنيه واحد، يعني دا اقسمها تقسيمات. فمن اسوي مثلا فيديو عن ماينكرافت احط بقاعدة ماينكرافت، ينزل المفروض اشعار فقط للناس اللي يحبون ماينكرافت ويتابعون فيديوهات ماينكرافت ويتفاعلون بها، اوكي، واللي يسوون اعجاب لهذه الفيديوهات. نفس الشيء بالنسبة لباقي الفيديوهات. فهذا اذا كان يعني الاعداد هذه يعني مو معقولة، طبعا هو مو معقولة انه 50 أو 20 واحد فقط يتابعون هذه الفيديوهات، لعد البقية شي يتابعون، شنو الاهتمامهم؟ انا اريد اعرف شنو اهتمامهم يعني. فاتمنى بهذا الفيديو ايضا اذا عندكم اهتمامات ثانية، تريدون ننزل شغلات ثانية احنا ما منزليها، خلينا ننزلها. كلاش رويال ليش ما ننزلها؟ لانه اللعبة صارت بها خربطة، يعني صارت يعني بعد التحديثات الاخيرة صارت اللعبة بها هواية شغلات ما حلوة صراحة. المهم تعصبك، حتى تعصبك تخليك تخرج من طورك، يعني شغلات جدا سخيفة. زين نحكي هسه على الفيديوهات، الشغلات التقنية والشغلات الفنية
شلون اطور حاسبتك، شلون ممكن شلون اجيب لكم هاردوير معين، اجيب لكم كارت شاشه ونجربه ونسوي له تيست، نسوي له اوفر كلوك، نسوي له معاينه فحص، نسوي نشيكه درجات حراره وغير شيء، ونعطي مواصفات وشغلات عنه، شلون تجيب مثل الفيديو اللي شرحنا بيه عن القطعه الخارجيه. اتذكر القطعه الخارجيه اللي هواي سالوني عنها وعن كروت الشاشه، واعتقد ما قصرت ويا اي احد سالني، سواء اللي علقوا لي اسفل الفيديوهات وقالوا لي هاي مواصفات حاسبتي، شنو كارت الشاشه اللي اشتريه، او اللي راسلوني عن طريق الانستغرام، راسلوني على الانستغرام على الخاص، وراسلوني على الفيس على صفحه القناه على الفيس وعلى حساب الشخص على الفيس، واعتقد كلهم جاوبتهم، ما قصرت ويا اي احد، وما يمكن ما تركت او هملت اي سؤال. بس المشكلة واللي يحز بقلبي انه اني وهواية ناس سألوني قالوا لي القطعة منين، قلت لهم اكو رابط القطعة من امازون اسفل الفيديو، حتى شلت حاط رابط علي اكسبرس، شلت قلت حتى الناس لا تضيع، خلي هذا امازون والاكثر الناس تستخدم امازون وتشتري من امازون. فسألوني على القطعة قالوا لي منين، قلت لهم من امازون اوكي من امازون. هواية ناس سألوني، هواية ناس قالوا اشترينا قطعة، واحد قسم اشتغلت اوكي، قالوا شكرا لك ونشكرك وعلمتنا، قسم صار عندهم مشكلة الايرور 43، شافوا الفيديو السابق وحلت مشكلتهم، قسم ما انحلت مشكلتهم. قلت لهم انا حنزل لكم حلول ثانية. اللي يحز بقلبي انه الاعداد الكبيرة اللي دخلت والاستفادت واللي اشتروا، لما اروح اشيك رابط الامازون اللي انا مخليه واشوف ما حد مشتري عن طريقه، الصراحة هذا يحز بقلبي. انا قناتي قناة صغيرة، يعني ما عندي دعم قوي من شركة او شيء تجي تزدي قطع وشغلات مجانية حتى اسوي لها اعلان او اسوي لها يعني معاينة مجانية، يعني هم يدزون شغلات مجانا وانا اسوي لها معاينة وانتم تستفادون وتتعلمون وتشوفون، ونفس الوقت الشركة تستفاد وانا احصل ايتمات بلاش. هذا الشيء ما موجود، يعني قناتي بعدها قناة صغيرة ناشئة جديدة. فاللي يحز بقلبي انه انتو مع الاسف او الناس اللي قاعد يدخلون هذه الفيديوهات وقاعد يشترون هاي ايتمات ما قاعد يساعدوني ويساندوني حتى استمر بهذه الفيديوهات. هذه الفيديوهات تكلف، يعني كارت الشاشه 250 دولار اقل شيء، القطعه ب 50 مثلا 40 دولار، الكيس هذا الهاردوير والشغلات يعني بال 50 الى 100 دولار. ف هذه كلها مصاريف. زين انا هذا فيديو واحد يكلفني حوالي 400 دولار. زين اذا ماكو دعم وماكو اسناد ما راح استمر في هيك الفيديوهات، لان هذه الفيديوهات مكلفه. اكو فيديوهات ثانيه، ماينكرافت، العاب، تحشيشات، شغلات ثانيه، شغلات فيديوهات ممكن انزلها وما اخسر بيها شيء، بس اخسر بيها جهد واخسر بيها مونتاج ووقت وارفع الفيديو وخلاص، مش قد بحصل مشاهدات ما اهتم. يعني انت حتى لو ما تشتري من امازون وتوصي موقع او شركه او شيء خاصه للبعراق، انه مواقع مثلا يشترونهم هم على امازون، يقول له الرابط، فمن تريد تشتري اخذ الرابط اللي انا خاله اسفل الفيديو، اخذ نسخ كامل وطيهم اياه، قول لهم اشتروا لي هذا الايتم عن طريق هذا الرابط. اوكي، هذه الطريقه الوحيده اللي ممكن تدعموني حتى استمر في هيك الفيديوهات. اذا هاي الفيديوهات عجبتكم وفادتكم ممكن استمر. يعني انا هسه حاليا عندي طريقه جدا رهيبه وجربتها خلتني اشتغل على كارت شاشة الانفيديا اللي عندي على اخر تعريف من انفيديا. ليش ما نزلته؟ لانه من نزلت الفيديوهات السابقة وشفت نسبة المشاهدة مالتها كلش قليلة وضعيفة، صراحة ما صار عندي واهز انه اسوي مونتاج واكمل الفيديو اللي اشتغلت عليه. يعني انا الفيديو سويته واشتغلت عليه بس ما عندي واهز ارفع، يعني ما حد لح يستفاد من عنده او ما حد لح يدعمني اذا نزلته. فاللي اتمنى من عندكم انه اذا تريدون استمر بهذه الفيديوهات تدعموني بيها، اذا ما تريدون استمر بهذه الفيديوهات عادي ممكن استمر بفيديوهات ثانية ما تكلفني هواية، ممكن انزل بالاشياء البسيطة اللي ما تحتاج من عندي مصاريف زيادة، لانه الصراحة ما عندي ذاك الميزانية الكبيرة اللي حتى اروح اشتري شغلات جديدة وايتمات. يعني هسه اكو شغلة مثلا ببالي، احتمال هواية من عندكم خاصة اللي طبقوا الطريقة السابقة مال كارت الشاشة الخارجي رح يحتاجوها، بس لحد الآن ما راح أقدر أشتريها لأنه ماكو دعم. أروح على الرابط مالتي اللي رابط الإحالة مالتي وأشوف ما حد مشترك فيه وما حد مشتري عن طريقة، الصراحة أنقهر، أقول ليش أنا أجيب بعد آيتم وأخسر بعد. يعني أنا بديت خسرت مبلغ معين، ما توقعت أنه رح يكون أكو دعم على هذا المقطع.
فحتستمر بهيك مقاطع. فلما شفت ماكو هيك دعم صراحة توقفت. حاليا انا رح اتوقف عن هذين الفيديوهات لانه ما عندي امكانية انه لحد ما يصير عندي امكانية كافية اكمل فيديوهات بشغلات بايتمات وشغلات جديدة. عادة احاول قدر الامكان انه اختار الشغلات اللي اسوي لها معاينة او ريفيو حتى تستفادون من عدها. يعني انت مثلا يمكن شغلة ببالك او مو ببالك لما حقدم لك عليها فكرة او طريقة استخدامها احتمال تفكر ان تشتريها. بس انا حطيك المواصفات والشغلات والفائدة من عدها وبنفس الوقت حطيك العيوب اللي بيها. هذه شغلة. الشغلة الثانية بالنسبة محتوى القناة، أتمنى من عندكم وتخصص لك جزء وقت من وقتك أنه تقول لنا أفكارك والشغلات اللي تريدها أنت. يعني مثلا إحنا بالقناة شنو الشغلات اللي تريدها تفكر أنه شنو الشغلات اللي ننزلها. أعطينا اقتراحات، لا تظل ساكت وما تحكي وحاول يعني تعلق. ترى احنا قناتنا ما بيها اي شيء، ما بيها اي امور تسوي اشكالات، علق بالقناة. يعني ماكو داعي، اكو هواي من الناس استغرب انه يدزلي على الخاص على الانستغرام وعلى الفيس وعلى كل مكان وما يعلق على الفيديو. ليش يا صديقي ما تعلق على الفيديو؟ ترى قناتنا ما بيها شغلات لا عيب ولا حرام، لا تحكي بالسياسة ولا تحكي بالدين ولا تحكي بامور لا اخلاقية. قناتنا يعني قناة عادية ما بيها اي شيء، ممكن تعلق بالفيديو واجاوبك. واذا اكو تفاصيل ثانية اخرى تحتاج انه اقول لك تزلي صورة او تزلي فتشي وذاك الوقت راسلني وتتدلل. ان شاء الله ما قصر اي احد. هذا كل ما يخص الكلام اللي جد احكي عن القناة. خلينا نرجع للبيت وراح اشوفكم السيارة ان شاء الله. ويلا السلام عليكم. شخباركم ان شاء الله بخير. مثل ما شفتوا يا شباب، مثل ما شفتوا هذه سيارتنا اللي اشتريناها، سيارة حمراء مثل ما قلنا لكم. طبعا سيارة سريعة رهيبة. الدواخل مالتها مثل ما وعدتكم، قلت لكم اشوفكم اياها من الداخل. شوفوا دواخلها، شوفوا الجلد والشغلات، يعني مالتها رهيبة من الداخل، رهيبة. يعني سيارة جدا رهيبة، وانصح اي واحد يريد يشتري سيارة يشتري عن طريقها. حسيت تقولون شنو تضحك علينا؟ لا يا صديقي ما اضحك عليكم، بس صراحة بالفترة اللي فاتت شفت انه الفيديوهات اللي قاعد انزلها قاعد اتعب عليها، قاعد اسوي هواي فيديوهات ما قاعد تجيب ذيك المشاهدة. طبعا حتى حكينا بالطريق وقلنا كان الطريق جميل، طبعا مو المناظر كانت جميلة ورائعة والاغاني همينة. المهم الفكرة وين؟ الفكرة انه اريدكم تتفاعلون، اتفاعلوا، اعطونا اقتراحات. اكو شيء معجبكم قولولنا عليه، اعطونا اقتراحات. اوكي هذه شغله. الشغله الثانيه شنو؟ الدعم. الدعم مو فقط مشاهدات. يعني لما اشير ايتم اقول هذا الايتم اشتروا عن طريق هذا الرابط، حاول تشتري عن طريق هذا الرابط. الدعم يعني الي يعني نص دولار او فتشي راح احصل عن طريق ان تحت اشتري عن طريق هذا، ونفس الوقت انت حتشتري بنفس السعر. يعني انت ما خسران شيء على قد الدعم اللي راح نحصل. راح نشتري ايتمات رهيبة، اذا حصلنا دعم اقوى بالفترة الجاية راح نشتري شغلات رهيبة ان شاء الله. اتمنى ما اكون ازعجتكم. شكرا لكم، التقي لكم ان شاء الله فيديو جديد. تحياتي لكم يا غالي، مع السلامة.